معانا المحارب الشجاع اللي عنده إرادة، الله أكبر، حالة إصابة نخاع شوكي. ما شاء الله احنا وصلنا زي ما احنا شايفين، كان عنده طبعا سقوط قدم وكانت ماشية في فيديو من الفيديوهات كموطي. دلوقتي ما شاء الله عملنا له الدعامات، ظبطنا رجله ولابس الشوز جوه الدعامة، لابس الصندل زي ما احنا شايفين وماشي لوحده. برافو. نرجع تاني، نرجع نلف ونرجع. شايفين يا جماعة المشي؟ احنا كده بعكاز واحد، وهنوريكم هو ماشي باتنين عكاز احسن بقى واحسن. وريني يا سامح كده وانت ماشي باتنين عكاز. شايفين يا جماعة ما شاء الله بقى تحكم تحكم. احنا طبعا الوضع ده وصلناله في وقت يعني ايه 3 اسابيع بالظبط. كان على مشاية وماشي موطي، ونقلنا بعد 3 اسابيع للمستوى ده. يعني احنا كنا على مشاية وماشيين موطيين ورجله متشبسة ورجله متنية، نقلنا بعد 3 اسابيع على الوضع اللي احنا شايفينه. اول انا عايزه بس اوريهم المشيه الحلوه والتحكم ما شاء الله، وظهرك حلو. قولي بقى الكلام الحلو اللي انت كنت بتقوله لي بعد من شويه. انا حضرتك كنت جاي مش عامل كده. ايوه مش قادر اصلب نفسي ورجلي كانت عامله كده. صح. واقفل بعضها كده بالظبط. برافو عليك. النهارده بص الحب ما شاء الله، اللهم بقدر. لو كنت ماسكه رجلي كده كان تفرق معايا كده. انت قلت لي بقى ان انت نزلت رحت فين؟ بوصل تحت لحد الصينيه، تحت عند الميدان مركب ال بينزل لوحده من التاكسي ولحد عادي، وانزل واتمشى ميدان الباشا وبيقدر يتمشى وبينزل وبياخد التاكسي وزي الفل. طب انا عايزه اوريهم وانت بتقعد كده وبتقف كمان. ماشي يا حضرتك. ده ممكن كمان اقعد على الرصيف كمان. يقعد على الرصيف كمان. اهي. ما شاء الله. ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. طيب على الكرسي بقى. انا يعني سايباه يا جماعه يجيب هو عكازه لوحده، يعمل كل حاجته لوحده. بوريكم اهو الفيديو عملي لاصابات النخاع الشوكي للناس اللي بتقول النخاع الشوكي لو حصل فيه مشكله خلاص مش هيخف تاني ومش هتتحرك تاني. انا بوريكم اهو كل حاجه، كل حاجه لايف. العيان معانا والفيديو قدام العيان، والعيان معانا وهو اللي بيتكلم وبيقول لكم معانا. عايزين ندي امل يا سامح لكل الناس اللي عندهم اصابات نخاع شوكي. المصاب بالحبل الشوكي لازم يحاول ولازم يروح لاي دكتور متخصص زي دكتوره رانيا. انا حضرتك بعيد عنها بكتير، مسافه بعيده كتير خالص، بس دورت عليها ولقيتها. ربنا يخليك، ربنا يخليك. تستسلم وتقعد في البيت فانت هتفضل في الحياه. برافو عليك والله، احلى نصيحه نديها للناس فعلا اللي عندهم. اللي عاوز يقعد بقى يقعد، واللي عاوز يجي ويحاول. لازم تحاول. لازم تحاول ولازم تتابع وكل حاجه. صح. ربنا يكرمك يا سامح. يا رب. بنشكرك جدا 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 على كل اللي وريته. نقوم نقف بقى نوري الناس ان انت قعدت وقفت بقى كمان. هو يا جماعه وقوف كمان اهو، قعد ووقوف ومشي ونزل تحت وطلع فوق وبينزل لوحده وبيركب من قدام ميدان الباشا. احنا في الشارع المانيال من قدام الميدان بيركب هو كمان مواصلاته وبيروح بيته.